تعرف ان الدخان يروق اعصابك؟ تعرف انك لما تسوق وتستخدم الجوال في نفس الوقت تكون ضربت عصفورين بحجر؟ تعرف انك لو شربت حليب كل يوم اسنانك بتصير بيضة؟ تعرف ان السهر يساعد على تنشيط خلايا المخ الابداعية عند المصممين؟ لحظة، ترى كل اللي سمعته مفاهيم خاطئة وانت اكيد شفت غيرها كثير، لكن هل فكرت في يوم انك ممكن ترفع وعي مجتمعك؟ فيديو، صورة، تصميم، انفوغرافيك او رسمة، الكل يقدر يشارك موهبته بجائزة وعي، وهي احدى مبادرات وزارة الصحة، سواء كنت فرد او شركة. الجائزة هدفها نشر الوعي الصحي بين افراد المجتمع بطريقة ابداعية. المشاركة ستكون متاحة على مسارات الجائزة الأربعة، وسيكون في 10 فائزين في كل مسار. يحصل الفائز بالمركز الأول في فئة الأفراد مسار الأفلام القصيرة على 150 ألف ريال سعودي، وفي فئة الشركات يحصل الفائزون في المركز الأول على الوسام الذهبي ولقب الفائز في جائزة وعي 2017. مو بس كذا، في جوائز ثانية كثيرة وتكريم في حفل جائزة وعي، بالإضافة أن وزارة الصحة راح تدعمك بنشر مشاركتك ويستفيد منها الكل. شارك الآن على www.yaward.com. وعلى فكرة الحليب مفيد لكن ما يبيض الأسنان.